ليش ما يقدر؟ ما يقدر هو يعني، هو طول طول يومه ينتظر هالفقرة هذه عشان يقول شوف ايش قالوا فيه، نفس ما يروح للتويتر اذا سرق جوال ويناظر ايش قالوا فيه الجمهور. بعض الناس لا يوجد دافع من داخله يحركه لتقديم مادة علمية او لتقديم فائدة، هو صدى للناس، مدحوني تكلمت، سبوني خفت، قال مساكين. طيب قال يجون يسبون. المشكلة انه هو قال في اول مقطع انا كنت نايم وقالوا لي الناس. يعني صالح يا حبيبي انت عقلك اكبر من ان احد يملي مخك. انت سمعت كلام ياسر؟ ياسر قال غايبين عن الهواء، ترى ما سبك. اذا انت تعتقد ان واحد قال كونك غايب عن الهواء هذه سبة، مشكلة هذه في عقليتك يا صالح، مشكلة كبيرة، مو مشكلة كبيرة، هذه كارثة. اذا انت تفهم زيادة، انت غبت عن حلقة بروفايلك بلس. لا مالك حق تسبني، مالك حق يا، بس انا قلت غبت. لا مالك حق، مو بسب، اقول غبت. هذا قاعد تسبني انت الحين كذا سب، ايش هالعقلية يا هاني؟ عقلية عجيبة. الشيء الثاني قال لقيوا الفقرة ميتة، قالوا ابشرك فقرة بروفايلك اعلى الفقرات المشاهدة في اليوتيوب، لانك ما تشوف اليوتيوب فاكبر. انت تقول لي لا يشاهد، ما يقدر، هو اصلا موجود عشان يشاهد هذه الفقرة. وزيدك من الشعر بيت، اذا ما شاهدها يصحى يقول ايش قالوا بروفايلك عني. وزيدك بعد اذا طلعوا قال ليش ما قرأت عني تغريده، ليش ما قلت عني كذا، ابى اقول كذا سوي كذا، ترى سويت كذا اليوم. لا يا جماعه لا يغركم منهم ما يشوفون ما يتكلمون، ترى كل هذول او اغلبهم يجي بعد الحلقه ليش ما قلت اسمي، ليش ما سويتوا عني. هم ميتين على الفقره دي. هذا جانب انتهينا منه. الجانب الثاني لا، هو في فرق لما انت تجي مشحون وسامع كلام خلاك تتكلم في حاجه انت ترى مو باعلامي، هذا مو باعلامي اللي ينشح من كلام الناس. انا ايش قلت في بدايه الحلقه؟ قلت فرق بين انك تكون نجم برنامج وهالوهج راح ينطفئ بسرعه، وفرق لما تكون اعلامي حقيقي. الاعلامي الحقيقي يقدم ماده تستمر معاه بعدين، لا النجم بعدين يقدم عشان يقدم عشان يملك ماده. صحيح يعني انت مادتك معنا فواز في الكوشروم على عجاله. طيب انت يا ياسر مادتك الحين النقد، هي انت موجود هنا عشان تنتقد اللي حاصل، فانت عندك ماده تقدمها. بعضك هو صدى لما يحصل. عندي نقطه اخيره تفضل بقولها باللغز. طيب اذا صاحبها يملك الجرأة يجي يكون في الشروم بكشف كل شيء. واحد قال حسبوني بطلع معهم كم في الشروم، انا رحت الحمام ورجعت. طيب الله يكرمكم، اذا كنت صادق تعالكم في الشروم انا اعلمهم وين رحت وايش قلت، ما ابغى اقول شيء تحت الهواء. تفضل. واضحه وصريحه، انا ما عندي اي تعليق الا شهاده لي، شهاده حق لله سبحانه وتعالى، ثم الهاني وياسر عباس وفواز الحارثي وكذلك عبد الخالق البخات. اقسم بالله العظيم علي الغامدي في نسختنا، وعلي الغامدي في نسختنا في زد رصيدك 5، والله العظيم انه ما عدل من زياد الا انتقادهم للفعل اللي كنت اسويه. طيب اقول شيء معليش، واسال الله ان الله كان وفقني في ذيك الفتره وطلعت بشيء المفيد للمشاهد. اقول شيء بس، اللي طلع على الهواء الان والله العظيم الناس تقول لكم واو، والله روعه، تثبيت قوي جدا. طلع على الهواء، لكن بعد 5 سنوات، مو بخمس سنوات، دقيقه بعد 5 سنوات شوف المقطع على اليوتيوب، شوف شكلك كيف ما بتوصل 5 سنوات اعتقد.